الآن المنظمة بالفعل تحشد جميع مراكز الأبحاث المتعلقة بالإبل لدراسات متعمقة، وتكون تحت مظلة المنظمة الدولية إبل، بحيث تكون متاحة للباحثين وكذلك متاحة للمربين والمهتمين بالإبل لإعطائهم الفرصة للاطلاع على هذه البحوث والمعالجة. طبعا حنا نعتمد الآن في الدورات هذه تحديدا حكم انقطاع الإبل قطاع واعد ولم يكن فيه دورات أكاديمية، هذه أول دورات أكاديمية دولية عالمية.